مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات سلسلة مفاهيم على قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تيفي. خصصنا الحلقة الأولى حول مفهوم الحكامة، هذا المفهوم الذي يطرح جدلا كبيرا سواء على مستوى امتداداته وإسقاطاته على مجموعة من القطاعات. ولمناقشة دلالات وأبعاد هذا المفهوم أرحب بضيفي وضيفكم لهذا المساء الأستاذ محمد قديرة، مسؤول ومهندس الماستر والدكتوراه في الإدارة وتدبير الإدارة والموارد البشرية وهندسة الكفايات ورئيس المرصد العلمي للدراسات الحكمة والتدبير. أستاذ قديرة، مساء النور. مساء الأنوار، شكرا على الاستضافة ومرحبا بيا في قناة الطلاب والطالبات، يعني ناس عشت حياتي معهم وأعزهم كثيرا. مرحبا بك أستاذ قديرة، وشكرا لتلبيتي الدعوة. إذن أستاذ، خصصنا سلسلة مفاهيم سلسلة حلقات مفاهيم لمفهوم الحكامة. ما تعريفكم أو لتحديدكم لدلالة مفهوم الحكامة تدقيقا؟ يعني هو أولا مفهوم جد معقد وأخذ عدة شروحات عبر التاريخ، والمفهوم ليس بحديث، ظهر في القرن 13، وفي القرن 13 كان عنده يعني هو مجيء من الغريك، من اللغة اللي فيها جوج ديال المفاهيم. المفهوم الأول هو غوبرنار، وهو هي السفينة أو قيادة السفينة. والمفهوم الثاني هو ممكن نقوله غوبرناتس، وهذا المفهوم هذا يعني الشخص الذي يقود السفينة، بمعنى هناك نسق ما بين السفينة والشخص والناس، يعني الراكبين في السفينة. إنما بروز هذا المفهوم حاليا له عدة أسس وعدة اعتبارات. أولا، نحن نعيش في زمن التعقيد، وفي زمن التعقيد كذلك نقص أو غياب الديمقراطية. إذن التعقيد في التدبير اليومي، في التدبير السياسي، في التدبير الاقتصادي، في تدبير المؤسسات، هذا التعقيد وفي نقص أو غياب الديمقراطية وفي غياب الفاعلين في اتخاذ القرار ولد عدة أشياء. أولا، أصبحنا اليوم نعيش صعوبة في اتخاذ القرار بطريقة جماعية، وهذه الصعوبة ناتجة عن وجود تربية ووجود قيم، يعني وجود أخلاق فيما يخص تدبير الشأن العام أو تدبير المقاولة إلى آخره. إذن النقطة الأولى وهي صعوبة اتخاذ القرار بطريقة جماعية. النقطة الثانية، هناك رهانات حالية في إطار العولمة، وهذه الرهانات جعلت المجتمع غير قادر على الاستباقية. بمعنى قديما كان ممكن أن ندبر بطريقة استباقية، اليوم هذا التعقيد يعني ممكن نقوله على أن الذين يقومون على الشأن العام أو الشأن ديال المقاولة أو الشأن السياسي لم يتمكنوا من تحديد الرهانات، أو حتى إن تمكنوا من تحديد الرهانات يجدون صعوبة في استباق الحدث، إذن في التخطيط وفي البرمجة وفي
هذه النقطة الثانية. يعني هذه النقطة هذه تنطبق على السياسة، على الاقتصاد، على الاجتماع، على التعليم، على جميع النقطة الثالثة، وهي أنه اليوم نعيش اجتماعات غير منتجة، كانت على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي. أو أنا لا أتكلم عن المغرب فقط، اليوم بصفة عامة، بصفة كونية، طبيعة الحال الدرجات تختلف من بلد إلى بلد، من مقاولة إلى مقاولة، ولكن الاجتماعات هي غير منتجة. وأكثر من هذا ندخل في نقاشات عقيمة، والنقاش العقيم يتولد عنه عدم الإنصات للآخر. إذن حينما يكون الاجتماع ولا يكون هناك إنصات، ولا تكون هناك نية لاتخاذ القرار أو لعرقلة اتخاذ القرار، هذا مشكل خطير جدا. إذن أستاذ، هنا يمكننا نقول أن مفهوم الحكامة حاليا يخلق جدل واسع في المجتمع. أكيد. ما هو سبب هذا الجدل؟ الجدل هو عدم فهم لهذا، أو عدم القدرة على التطبيق الفهم. هو رهين بالديمقراطية، رهين بحق الاختلاف، رهين باقتسام السلطة، ورهين بطريقة وكيفية اتخاذ القرار. إذا كانت هذه الأشياء محددة في الزمان ومحددة في المكان، ولها قنوات ولها ضوابط، فهنا يمكن على أننا نواجه التعقيدات اللي هي موجودة حاليا. لأن ماذا حدث؟ الذي حدث هو أن الواقع يسير بسرعة يعني كبيرة، ولكن القدرة البشرية على التدبير، على الاستباقية، لا تواكب هذه السرعة فيما يخص التغييرات التي تقع في العالم بصفة عامة. إذن هذا الشرخ اللي كاين اليوم ما بين سرعة الأحداث وما بين سرعة اتخاذ القرار، جعلت أنه الحكامة كمفهوم وكتطبيق تبرز إلى حيز الوجود بـ intensity. هذا هناك كذلك اليوم أشكال تحفيز البشرية لم تعد تواكب متطلبات الموجودة. اتخاذ المبادرة كذلك تعرقله الإدارة، عقلية الإنسان في المغرب أو في الدول المتخلفة أو حتى في الدول المتقدمة نشاهد، ولكن أكثر حدة. بمعنى ثقافة العمل الجماعي الآن هي ناقصة أو غير موجودة. هناك كذلك، وهذا شيء خطير، نفور من تحمل المسؤولية سواء رسميا أو غير رسميا، جماعيا أو فرديا. إذن هذا النفور جعل أنه، استسمع على هذه الكلمة، لا ميديوكريتي، تبرز وانسحاب الناس اللي عندهم كفاءات وكفايات في التدبير، في العقلنة، في التسيير، في الإدارة، في هذه كلها عوامل جعلت اليوم مشاكل متعددة، مشاكل متعددة، ويعني حتى داخل أي مؤسسة اليوم ليس هناك تقنين وليس هناك وضوح في اقتسام السلطة. إن اقتسام السلطة مش فقط تسلسل إداري، اقتسام السلطة أولا هو قيم، قناعات، أخلاق، مواطنة. إذا لم تكن هناك هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه المواطنة
روح المبادرة إلى آخره. فرغم وجود قانون وقانون يعني ممكن أن نقول بأنه غني في المغرب، المشكل ديالو هو الإنسان. وأنا أقولها دائما، إذا غاب الإنسان غابت المردودية، غابت الديمقراطية، غابت الضوابط التي تتحكم في القيادة، وهذا إشكال كبير. نقطة أخرى التي جعلت الحكامة تبرز وهي شخصنة، هناك اليوم شخصنة اتخاذ القرار، بمعنى أن المسؤول اليوم داخل مؤسسة معينة يعتبر أنه هو المسؤول، أن المؤسسة في ملكيته وأن الكرسي في ملكيته، يعني هو لا يعتبر أنه هنا موجود لتقاسم ولقضاء حوائج الآخرين. وهنا كنرجعوا لنقطة يعني العمل الجماعي. بطبيعة الحال هذا مني ما تيكونش، مني ما كتكونش الديمقراطية ما كتكونش يعني ثقافة العمل الجماعي. إذن هاد الشخصنة، شخصنة في اتخاذ القرار وشخصنة في السلطة وفي استعمال السلطة. هناك كذلك، وهذا اللي خطير اليوم في عدة دول في عدة مؤسسات، هناك سلطة غير مرئية. في بعض الأحيان نتساءل من اتخذ القرار، لا ندري، يعني سي ان بوفوار ديفو، يعني ما لا 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 كإنسان ولا كفضاء ولا يعني هاد السلطة هذه، من اتخذ القرار وكيف اتخذ القرار، يعني المواطن لا يعرف، كان يشتغل في إدارة أو مؤسسة، أو بمعنى أنه الإشراك ليس بثقافة عندنا وليس عندنا فقط، حتى في الدول المتقدمة تلقى في بعض الأماكن عندهم هاد المسألة هذه. ما زاد في الطين بلة، وهو يعني ممكن أن أقول نقص أو غياب في أدوات المراقبة. وحتى وإن وجدت أدوات المراقبة أو مؤسسات المراقبة، من سيفعل قرارات المراقبة؟ إذن هذا كذلك عنصر أساسي. وهناك سؤال مهم أستاذ كيتطرح حول شروط، يعني مادام شروط الحكامة، معايير اللي كتقوم عليها الحكامة، باش نوضحوا أكثر خاصة للسادة الباحثين. يعني لا، هو الشرط كاين عدة شروط ونوصلوا للشروط، إنما هناك كذلك عدة نقاط التي دفعت بهذه الحكامة، وأنا سأشرح هذه المسألة يعني بمانيير تري لارج. هناك ليس هناك ثقافة في النجاعة، بمعنى التبذير أصبح من شيم، أنا أعتقد وأضع شيم بين من شيم الذي يقود قائد، ما بقاش التدبير أصبح التبذير، وفي غياب أدوات المراقبة نسير في هذا المنهاج ديال التدبير. أكثر من هذا، وهذا اللي خطير، ما بقاش عندنا مقاربة يعني ديال النجاعة، ولات عندنا مقاربة اجتماعية. يعني يجب اليوم أن نحد، أن نضع خطوط ما بين ما هو اقتصادي وهو اجتماعي وهو سياسي، رغم التداخل الموجود. يعني أن المدبر اليوم داخل المؤسسات أصبح يعني كم اون اسيستون سوسيال، هاد الثقافة هذه جد صعبة في التدبير. لا يمكن أن ندبر كل شيء بالمسائل الاجتماعية. أنا مع تدبير مسائل اجتماعية، أشياء مقاربة اجتماعية ضرورية، ولكن تطبيق المقاربة الاجتماعية، شنو هي المقاربة الاجتماعية اللي كنتكلم عليها؟ هي الاتكالية.
يعني اليوم نطالب الدولة أنها تتدخل، نطالب الحكومة أنها تتدخل. إذن إلا كانت الدولة دائما غتدخل فشنا هي المهمة ديالنا؟ لك أساتذة ولك مسؤولين اقتصاديين في جميع القطاعات. الدولة عندها حدود ديالها، الحكومة عندها حدود ديالها، ولكن نحن كذلك مسؤولون فيما يحدث حاليا، بحيث أنه رجوع لوراء الإنسان أعطى تعقيدات كبرى فيما يخص الشأن المحلي الإقليمي الوطني إلى آخره. هذه المقاربة الاجتماعية تؤثر في تدبير بالأهداف. اليوم إلى مشينا لعند مسؤول وقلنا له ودي طلبنا منه شنو هي الأهداف ديال المصلحة أو القسم أو المؤسسة، أو إلا ما يمكنش إلا ما عرف شنو هي الأهداف ديالو، لأن كاين الذي يعتقد بأن الهدف ديالو هو يكون في الكرسي وليس المواطن وليس الذي يشتري وليس وليس، هذا أشياء. إذن هذه الظواهر هذه جعلت أن مفهوم الحكمة يبرز إلى بشكل قوي حاليا في الفضاء السياسي، في الفضاء الاقتصادي التربوي إلى آخره. هذه النقط كلها جعلت أن مفهوم الحكمة يأخذ عدة أبعاد. هذا اتخاذ عدة أبعاد جعل من الحكامة مفهوم واسع، وهناك من يساوي الحكامة بالتدبير، من يساوي الحكامة بالإدارة، من يساوي لا، الحكامة هي مفهوم. أول قاعدة ديال الحكامة هي القيادة، والقيادة باقتسام السلطة، القيادة على شكل جماعي. يعني طبيعة الحال حكامة تؤسس لعقلنا جماعية، تؤسس لرقابة، تؤسس لاتخاذ قرارات إن كانت الرقابة عندها تقارير. يعني ما بعد التقارير إذا لم تكن هناك متابعة فليس هناك حكامة. المسألة ممكن نجمع مفهوم الحكامة ومكونات الحكامة. أولا نحن في نسق، وكل نسق متداخل مع عدة أنساق. إذا كان هناك فرد واحد من النسق، فرد ماشي شخص، كان شخص أو مؤسسة غير مقتنع باقتسام السلطة، غير مقتنع بمساهمة الآخرين في اتخاذ القرار، فلا يمكن أن تكون هناك حكامة. إذن في القرن 13 حينما برزت هذا المفهوم لم يكن هناك فرق ما بين حكامة وحكومة، والحكامة ظهرت في الحقل السياسي، يعني تدبير الشأن العام. يجب أن ننتظر قرنين من بعد، يعني حتى القرن 15 عاد وضعنا فرق ما بين الحكامة وما بين الحكومة. حكومة تبنى على مفهوم الحكامة. من هنا أسسنا لمفهوم الديمقراطية بمفهومه الحديث، لأن مفهوم الديمقراطية رغم أن الفلاسفة تكلموا عليه، رغم تكلموا عليه بجريد، يعني ماشي في أرضية الواقع. وحتى الديمقراطية مع اختلاف الأزمنة ظهرت يعني عدة تطبيقات للديمقراطية. إذن اليوم في مجتمع ما، في مؤسسة ما، يجب أن تكون أول حاجة مؤهلات فكرية عند الجميع،
لي أول فهم معنى الحكامة وتطبيق الحكامة وتقييم الحكامة. فإلا ما كانتش هذه الأشياء هذه لا يمكن نهائي. إذن من الواجب علينا تكون عندنا مؤهلات فكرية، مؤهلات ذهنية، قناعات بالديمقراطية، أسس قيمية، أخلاق. يعني هذو هما الركائز الأساسية لبناء الحكامة. ما يمكنش في مجتمع كيف ما كان نوعه من تيكون مثلا 30 40 50% يعني لا تحسن القراءة، لا تحسن الفهم، لا تحسن، كيف يمكن أن نعطي أو أن نشارك هاد الناس هادو في اتخاذ القرار؟ إذن هذا مشكل اليوم، مشكل جد عويص. وحتى المسؤولين مع كامل احتراماتي للمسؤولين يعني يعتبرون الحكامة هو أنه تدبير ناجع. لا، حكامة عندها قواعد ديالها وغنوصلوا. حتى المؤسسات الدولية تختلف في تعريف الحكامة. بالنسبة لي أنا تنعطي الحكامة وغنوصل لهذه المسألة 8 ديال العناصر أساسية. حينما تطبق هذه العناصر بحذافرها يمكن أن تكون هناك حكامة، ولكن هذه العناصر لا يمكن بناؤها ولا يمكن تجديدها ولا يمكن تحديثها إذا لم تكن هناك الأسس التي تحدثت عنها، مؤهلات الفكرية، مؤهلات الذهنية، لا لا لا، الهيكلة الدماغية، الانجاجمون. يعني في هذه المسألة الانجاجمون بمعنى أنه أي شيء يخص الوطن ويخص المواطن يخصني أنا بالضرورة. إذا ما كانش هذا الفهم هذا لا يمكن أن نبني حكامة. حكامة ماشي هي مسألة عددية رقمية بالنسبة للديمقراطية، لأن الديمقراطية هي قناعة وقيم. أما نديروا انتخابات في مؤسسة معينة في إقليم، في، لا يمكن أن تكون هناك حكامة ما دام ليس لنا أسس قيمية. والحكامة ستتطور بتطور المجتمعات. أكيد. كلما تطورت المجتمعات كلما تطور المفهوم الحكامة أكثر. تطور المفهوم بمعنى تحديث المفهوم. نعم. هذا هو التطور، ولكن الأسس لا بد أن تكون. يعني سأعطي مثال، داخل مؤسسة معينة أنا أفترض على أن وجود عدم الوعي، عدم تعلم، عدم وجود أهداف مسطرة، عدم وجود فلسفة في الحياة لهؤلاء الذين يشتغلون داخل المؤسسة، عدم الوعي بأنه نجاح المؤسسة هو في نجاحهم ونجاحهم في نجاح المؤسسة. إلا ما كانش هذا الفهم هذا يستحيل أننا نطبق الحكمة داخل المؤسسة أو داخل فضاء معين. النقاط التي أتكلم عنها في الحكامة، أنا تكلمت على 8 نقاط. النقطة الأولى هي مقاربة نسقية، مش مبنية فقط على السياسة، لا، مبنية على الصالح العام والمواطن الصالح. أما نمشي باش نصوت أو لا باش ننتخب أو بدون وعي على من سأصوت، بدون وعي بأن هناك برنامج، بأن البرنامج يسطر للأهداف، إذن لماذا هذا التصويت؟ إذن هذا شنتي أن نقطة انطلاقة هي فاسدة من البداية. فاسدة ماشي بسوء النية، لا، فاسدة لأنه الفاعل لا يفهم ولا يعي ماذا يعمل داخل المؤسسة.
هذا هو المشكل اللي هو قائم حاليا. إذن بروز مفهوم الحكامة ممكن أن أقول هو برز مع مارغاريت تاتشر في السياسة، برز بحدة مع مارغاريت تاتشر لأنه اللي كانت رئيسة حكومة بريطانيا، بحيث في 1980 أكدت على في برنامجها انسحاب الدولة أو الحكومة، مش الدولة ولكن الحكومة، يعني لصالح المسؤولية أو المسؤولين المدنيين أو المجتمعيين. بمعنى ممكن نقول على أنه قالت ولدي هذه الحكومة ما يمكنش تبقى غدا فقط هي اللي كتمول وهي اللي لا، تودي بأن الفاعلين في المجتمع يجب أن يساهموا، ويجب على الحكومة أن تعطي فقط التوجهات العامة. مارغاريت تاتشر هي التي أسست المفهوم الحالي للحكامة، بمعنى أنه الدولة مثلا في الأقاليم، الحكومة في الأقاليم ما يمكنش تبقى تدخل بكثافة وبحدة في الأقاليم، الحكومة ستنسحب، فاعلين مواطنين مؤسسات يجب أن يعوضوا الحكومة فيها، والمواطن سوف يراقب الحكومة، والمؤسسات المحلية سوف تراقب الحكومة، والحكومة سوف تراقب المؤسسات. إذن هذا بروز هذا التداخل هو اللي أعطانا اليوم هذا المفهوم هذا، ومن هنا انطلق المجتمع المدني. يعني أصبحنا اليوم نتكلم عن المجتمع المدني، المجتمع المدني هو اليوم فاعل. إلا ما كانش المجتمع المدني تلعب الدور ديالو ديال لو كونتر بوا، ما يمكنش أننا، شنو هي لو كونتر بوا؟ هي مراقبة الحكومة، هي تكون عندنا واحد البروسيس عارفينو كمواطنين كمجتمع مدني كفاعلين في الحق السياسي الاقتصادي الاجتماعي إلى آخره. إذن إلا ما كانش هذه الأشياء هذه لا يمكن أن نؤسس لحكامة بمفهومها الحديث، يعني كما تكلمت في البداية اقتسام السلطة، مساهمة في اتخاذ القرار، الأخذ القيم، يعني هذه الأشياء كلها ستبعدنا عن النقاشات العقيمة وستؤسس لثقافة الإنصات وستؤسس لمواطنة حقيقية فيما يخص التدبير الشأن العام، وطني محلي جهوي مؤسساتي إلى آخره. إذن سنتوقف عند هذه النقطة أستاذ محمد قدير، على أمل أن نكمل الحلقة في جزئها الثاني. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. كنت معي أستاذ محمد قدير، مسؤول ومهندس الماستر والدكتوراه في الإدارة وتدبير الإدارة والموارد البشرية وهندسة الكفايات ورئيس المرصد العلمي للدراسات في الحكامة والتدبير. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة، حللت أهلا ونزلت سهلا. الشكر موصول بكم مشاهدينا، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم في الجزء الثاني من الحلقة. أذكركم أن أسئلتكم اقتراحاتكم وآراءكم مرحب بها على الموقع الرسمي للقناة www.campusmaroc.tv. لكم منا خالص التحايا، إلى الملتقى.